الحكام معاهم 6 دقايق يعقبوا على اجابات المتسابقين وانا هسيبكم تعقبوا. يعني كل حاجه بتتقال غير مش عاجباكم بتقولوا لا خلاص. يعني محتاجاكم كده تقولوا زي كده نباتة. نعم أنا معترف بحبة حاجات. أنا هي عايزة يعني حي نباتة على الشجاعة. هو برضه لا وبرضه وبرضه شيزلونج. عندكم أسئلة للشباب؟ شيزلونج قال شيزلونج قال إن أنا ما أضمنش السرية برضه يعني إنما أنتوا كنتوا تقولوا لا على كل حاجة. أسئلة بقى. احنا جالنا سؤال واحد اللي هو بس مثلي شويه، هل انتم معروفين ولا لا؟ ده قلنا لا. ما يعني هل انتم مش معروفين ولا لا؟ قلنا لا. يعني احنا معروفين لتارجت سيجمنت معين، احنا معروفين كويس لتارجت سيجمنت معين. طب نبتدي بقى بالاسئله. خالد اسئله عامه. اسئله عامه المره دي بقى. اسئله احنا سالنا كل حاجه يعني يمكن انا عندي سؤال. انا عندي سؤال جماعي للمجموعه. انا عايز اعرف انت ما فكرت في مشروعك وابتديت تنفذ ايه البيزنس موديل او ايه المشروع الشبيه اللي انت قارنت بيه؟ يعني ايه المشروع اللي انت زيه او اللي نجح واخد طريقه في النجاح وانت واخده رو موديل او بروتوتايب وماشي وراه او بتستند الى الهندس بتاعته؟ بالنسبه لشيزلونج في امريكا في 3 بلاتفورم كبار. دكتور اون ديماند حصل على تمويل لغايه دلوقتي 95 مليون دولار. نجيب سويرس وان اوف ذير انفستورز يعني. توك سبيس حصل على تمويل 35 مليون دولار. بيتر هيلب ده المشروع الثالث لسه متباع ب 13 مليون دولار. فلما فكرنا وشفنا ان في بوتنشال وفي بزنسز ناجحه زي شيزلونج فانا شايفين ان في ممكن شيزلونج تبقى بوتنشال. ده على جانب البلاتفورم. على الجانب الاخر ان الدكاتره النفسيين اوريدي بيحققوا بروفيت كويس جدا. انا كنت عايز اعرف منك اوكي الاجابه كافيه. انا كنت عايز اعرف انت شفت مين وعملت بنش مارك. والسؤال ده للثلاثه مش كده يا رشيد؟ نباتة. يمكن ما فيش يعني شركه محدده بعينها قدرنا نمشي وراها، ولكن بنحاول بقدر المستطاع نشوف كل الشركات اللي كانت ستارت اب وبقت رائده كبيره جدا في زي دول زي في كينيا. انا بتكلم على مجالك. بتكلم على مجالك. بتكلم على تحديدا على نبات. عملت سيرش ولقيت حاجه شبيهه باللي انت بتعمله وبصيت على الروت بتاعها وصل ونجح ازاي؟ بالظبط. يعني مش شركه محدده بعينها بصينا عليها، بس في شركات جوه مصر وفي شركات في اوروبا وفي شركات في افريقيا. حاولنا نعرف التراك اللي هم مشوا فيه شكله ازاي. يعني مثلا زي عز فهمي في مصر حاولنا بقدر الامكان نعرف السيره الذاتيه بتاعتها مشيت ازاي وقابلت عقبات شكلها ازاي. في شركه معروفه جدا برضو في كينيا وفي تنزانيا وفي بعض الشركات في الهند. حاولنا بقدر المستطاع نعرف هم الخطوات اللي مشوا بيها كان شكلها ازاي، وبنمشي في نفس التراك مع اختلاف بعض الثقافات يعني. هو احنا في ناس كتير حاولوا يقلدوا البروجكت بتاعنا بس انا مور ماندين وبورينج واي كانت بالطريقه مش كويسه. انت عملت بنش مارك على ايه؟ انا عملت بنش مارك ان الاكسبيرينس اللي انا بوصلها والسيرفيس اللي انا بوصلها كومبتيتيف وانوفيتيف و لا هو بيسالك ايه يعني ايه الحاجه الشبيهه بيك برا او يعني احنا بنعمل برنامج زي مثلا وات ايفر شارك تانك. لا هو بره يعني ما اظنش ان في ابلكيشن بتوصل للستودنت ان هو يعمل جوب شادوينج. في ابلكيشنز كتير ممكن تقول لك الجامعات اللي موجوده في الستيتس مثلا ازاي تقدم لها. عملت سيرش يعني يس اوف كورس اوف كورس طبعا. لكن اللي احنا عملناه ان احنا خدنا الموديل ده وحطينا فيه الموديل بتاعنا بقى اللي احنا شغالين عليه بقالنا 3 سنين اللي هو سيميليشن. دكتور خالد انا هكمل على السؤال برضو للثلاثه. مين منكم طموحه عالمي اكتر ومين منكم طموحه لوكال محلي او في المنطقة أكتر؟ يعني أنا عندي 3 مستويات: مصر، المنطقة العربية، العالم. اتكلمنا مع كل واحد على حدة أثناء ما كنا بنتكلم، بس عايز أعرف النهاردة وأنتوا واقفين بتتنافسوا على المركز الأول، مين منكم حاسس إنه العالمية جزء لا يتجزأ من نجاحه، ومين بيقول أنا هنجح في مصر وبعدين أبقى أشوف بعدين؟ شيزلونج هو اصلا جلوبال بلاتفورم. احنا عندنا دكاتره في شيزلونج بتتكلم عربي وانجليزي وفرنساوي والماني وايطالي واردو ويوناني. ف
فاحنا فروم داي وان احنا شايفين ان احنا جلوبال سيرفيس. احنا مركزين في الماركتنج على شويه على بعض الدول، لكن احنا من يير 2 يير 3 يير 4 احنا عندنا استراتيجي ان احنا نهت دول في انحاء العالم. ده بالنسبه ل يعني في 5 سنة الدخل بتاعك هيجي منه قد ايه من بره مصر وقد ايه من جوه مصر؟ 90% اي ثينك من الدخل بتاعي هيجي من بره مصر. 90% من بره مصر. 90% من بره مصر. فكرني الدخل كان قد ايه البلاند للخمس سنه؟ احنا بنتكلم في 5 سنة في 500 مليون دولار الران ريت. يعني الريفينيو ران ريت يعني الترانزاكشن توتال ترانزاكشنز. وحجم الماركتنج انفستمنت هتبقى قد ايه؟ حجم الماركتنج انفستمنت بعد 5 سنة؟ لا في 5 سنة اللي هتعمل فيها الريفينيو 500 مليون دولار ان شاء الله نريز نبقى يونيكورن كمباني ان شاء الله. لا طيب ممكن اكمل بس السؤال اسمع رد نسمع نباتة. الجزء اللي يتجزا من نجاح نباتة انها توصل للعالميه، الموضوع صعب مش سهل، بس ده جزء اللي يتجزا من نجاح ان احنا نوصل للعالميه ستيب باي ستيب، يعني نوصل للشرق الاوسط بعد كده نطلع للعالميه. كام في الميه يعني اقدر اقول من 70-80% بعد 5 سنين نكون نجيب ايرادات من بره مصر. طيب احنا الايديا بتاعتنا زي ما كنا اتكلمنا قبل كده انها مشكله في مش في مصر خالص، في جميع الوطن العربي لو مش بره اكتر كمان. فاحنا احنا هنا علشان نخلي الموضوع ده ذا نيكست بيج ثينج، لو ممكن نقول كده يعني. ما كناش نبقى واقفين هنا دلوقتي بن كومبيت على قرض، كنا هنقول نكتفي ب 100,000 وخلاص ده كفايه جدا بالنسبه لنا، ده هي يعني هيعمل اللي احنا عايزينه نعمله في مصر. لكن لا، احنا هنا وبنطلب من انفسترز يكلمونا، عايزين انفستمنت عشان نعرف نوصل اكتر، عشان الايديا بالنتورك اللي معانا اصلا كلها انترناشنال. فاحنا وينت ان احنا ان شاء الله. بس انت لازم تتعاقد مع شركات، حاليا متعاقد مع 50 شركة في مصر. بس الشركات دي بتبقى مالتي ناشونالز، يعني منهم كتير جدا مالتي ناشونالز اللي هم ليهم فروع بره. انا بتارجت الشركات دي بالاخص علشان لما يحصل الانترناشنال جروث اكون جاهز للموضوع. مش شركات بس، مدارس كمان وجامعات، يعني كل شيء يبقى البلاتفورم كله متكامل في اي بلد تاني.